الماضي والحاضر ومستقبل الإنسانية، الانسجام بين الناس والطبيعة، التوافق والتبادل بين الحضارات المختلفة، والتوافق الإنساني، كلها يمكن أن نجدها في كوريا. التراث العالمي اليونسكو وذاكرة العالم. مقابر جوسون الملكية تؤكد التاريخ الطويل لسلالة جوسون. ورثت جوسون كوريو عام 1362 واستمرت لأكثر من 500 سنة، وتشير المقابر الملكية لسلالة جوسون إلى القبور التي دفن فيها 27 ملكا وملكة، فضلا عن غيرها من الذين أطلق عليهم اللقب بعد وفاتهم. تعد مقابر جوسون الملكية من أصول الثقافة التي لا تقدر بثمن، وهي تسلط الضوء على ثقافة كوريا الكونفوسية الجديدة. كانت عبادة السلف ذات أهمية في عهد جوسون، واستنادا إلى قيمة الكونفوسية قدست المقابر الملكية، لأن الملك كان يعتبر السلطة العليا للدولة. كان الناس يبجلون أرواح الموتى من الملوك ببناء المقابر الرائعة لهم وتقديم القداسات هناك، وكان هذا التقليد يخدم كمعزز لقوة الحاكم الموجود. توجد الآن 42 مقبرة ملكية تعود لفترة حكم جوسون، 40 منها في كوريا الجنوبية واثنان في كوريا الشمالية، وتلك الموجودة في الجنوبية كلها تقع ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. 조선 왕릉의 특징의 하나는 주변 자연과 조화롭게 자연 친화적으로 조성한 게 특징입니다. حافظ عدد قليل من السلالات الحاكمة في العالم على المقابر الخاصة بحكامهم بحالة ممتازة، وتعد ألواح القبور هذه ذات قيمة كبيرة بسبب كمالها، حيث أنها تغطي كمال تاريخ السلالة. وتعد المقابر الملكية للمملكة جوسون من التراث العالمي القيم من نوع متعدد. كانت مواقع المقابر الملكية تختار بعناية وافقة لنظرية الضرب بالرمال، حيث أنه يجب أن تكون باتجاه الجنوب حيث تكون الجبال من الخلف وتحمي الطرق المائية الضريح من الأمام. يجب أن تكون محمية من اليسار واليمين بقمة جبال تسمى التنين الأزرق السماوي من ناحية الشرق والنمر الأبيض من الغرب. ولإضافة عنصر القدسية يجب أن توجد حافة بشكل معاكس لتلة القبر. تجمع مقابر سلالة جوسون خصائص محددة، حيث كانت تقع وفقا لترتيب الكونفوسية من الكون، وتقسم المساحة إلى ثلاثة أقسام من وجود شكل حرف تي باللغة الإنجليزية في الوسط، حيث يتفاعل الأحياء مع أرواح الموتى. توجد قاعة لتطهير النفس وهياكل أخرى للأحياء من داخل الأضرحة. داخل بوابة السهام الحمراء توجد قاعة تشبه حرف تي باللغة الإنجليزية، وكوخ حراسة ومطبخ ملكي من أجل تقديم القرابين. هنا يتواصل المصلون مع أرواح الملوك المتوفين. خلف ذلك يوجد الملجأ حيث تتوسط تلك الدفنة المرتفعة. ويحيط التلة عادة 12 عمودا حجريا ترمز إلى نطاق البوصلة، وهي مزينة بصورة لـ 12 فرعا الدنيوية وبعض المقاطع المكتوبة، وهي بمثابة حراس للقبر. يضم بناء التلة الدفنة وتخطيط أشكال الحجار بعض الخصائص التي لا توجد في بعض المجتمعات الكونفوسية التقليدية الأخرى، وتجسد تماثيل المحاربين والعلماء والجدران الحجرية والبوابات الحجرية، الأسلوب الفريد من نوعه لفن النحت في جوسون. يؤدي المسار من بوابة السهام الحمراء إلى قاعة على شكل حرف تي. تعد البنية المعمارية بسيطة ومتناقشة، وتجسد البساطة التي لا توجد سوى في المقابر الملكية للجوسون، وقد شيدت بقية المقابر وفقا للنظام الكونفوسي أيضا. تمثل مقابر جوسون الملكية تقاليد جنائزية فريدة من نوعها، وتقوم على أساس وجهات النظر المعاصرة في العالم والدين والطبيعة، وبالتالي فهي تختلف عن المقابر الملكية التي توجد في بلدان المجاورة التي تعتنق الكونفوسية. وتعرض هذه المقابر النمط المعماري التي يمتد على مدى 500 عام، وتظهر الإيديولوجية الحديثة والتاريخ السياسي والفن والإبداع الخاص بجوسون بشكل جلي هنا.
كما تقدم طقوس القرابين التي كانت تقام فيها المقابر لعدة قرون لمحة عن الممارسات الجنائزية المميزة. تعد المقابر الملكية للمملكة جوسون مواقع تاريخية فضلا عن كونها ممثلة لمختلف القيم الثقافية. كانت مراسيم الجنائز والقرابين تقام وفقا لإجراءات صارمة، وقد تم تسجيل جميع الطقوس وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتفاصيل، وتقام إلى الآن مراسيم تذكارية وسنوية من قبل المنحدرين من سلالة جوسون الحاكمة. كانت الشعائر التذكارية تقام من قبل أفراد عشيرة جونجو منذ عام 1910، وهذا العام الذي انتهى به حكم جونسو. وبالإضافة إلى ذلك تعتقد الدولة الشعائر بانتظام، كما أنها أنشأت ضريحا ملكيا للأسلاف. ومن السهل أن نرى أن المقابر جوسون الملكية تلعب دورا هاما في استمرار تقليد تقديس السلف الذي كان ذو أهمية في جوسون. وتقع جميع المقابر بالقرب من العاصمة سواء إلى الشرق أو الغرب، ويشترط قانون جوسون تشييد المقابر الملكية خارج دائرة نصف قطرها 4 كيلومتر من العاصمة، وكانت تعرف آنذاك باسم هانيانغ، دون أن تتجاوز المسافة 40 كيلومترا. وتعد مواقع المقابر مميزة، وقد أصبحت مناطق خضراء داخل سول الحديثة. اجتمعت لجنة التراث العالمية 33 في إشبيلية في إسبانيا يوم 30 يونيو عام 2009، وحددت جميع مقابر جوسون الملكية كمواقع للتراث العالمي. وكانت القبور قد بنيت وفقا لمبادئ الضرب بالرمال، وتم تعريف الأقسام الداخلية فيها بدقة، وهي تنسجم أيضا مع المناطق الطبيعية المحيطة بها وتحيط بها الأجواء المقدسة، حيث تتناغم القبور والمنحوتات الحجرية والمباني وتمثل فصلا مهما من العادات الجنائزية الآسيوية. وهناك ميزة أخرى فريدة من نوعها تتمثل في الأداء المستمر للطقوس التذكارية، وهي تقليد استمر لأكثر من 600 سنة. كل هذه العوامل تتضافر لتجعل من هذه المقابر الملكية لجوسون موقع تراثي عالمي فريد. دونغ وي بوغوم، الموسى الكورية الشهيرة لمبادئ وممارسات الطب الآسيوي الشرقي. الدونغ وي بوغوم أو نموذج الطب الشرقي يعد سجلا قيما تم إدراجه كجزء من برامج ذاكرة العالم. عام 1597 قام الطبيب الملكي هو جون بتجميع محتويات على مدار 16 عاما، وتؤكد الموسى التي تضم 25 مجلدا كلا من العلم والتطبيق، وهي تعتبر موسعة في الطب الشرقي، وهي تفصل بصورة منهجية كل شيء معروف بحسب الموضوع في ذلك الوقت. وقد كانت الموسعة مطبوعة آنذاك على اللوحات الخشبية. 우리 몸 안에 오장육부에 관련되는 내경편, 눈, 코, 입귀 이런 손발 이런 우리 몸의 그 바깥 부분에 해당되는 외형편, 그리고 아주 잡다한 그 질병 관련되는 잡병편과 1212가지 약재, 그 중에 637가지는 한글로 이렇게 약재 이름을 써놨는데 그런 그 탕액편과 또 침 놓고 뜸 뜨는 그런 침구편, 이렇게 다섯 종류로 구분되어 있습니다. الأمثلة التوضيحية جعلت من هذه الموسعة سهلة الاستخدام، وقد نشرت مرارا وتكرارا ليس فقط في جوسون ولكن أيضا في الصين واليابان. وقد ساهم هذا العمل الذي أنجزه هو جون بتطوير الطب التقليدي في شرق آسيا في ذلك الوقت، ولا يزال يعترف بأن أحد أفضل الأعمال في كوريا. القيمة الأكاديمية العظمى لهذا العمل ليست في المعلومات التي أوردها من النصوص الطبية المعاصرة الأخرى، ولكنها تتمثل في التنظيم المنهجي المتوافق مع نظرية شرق آسيا الطبية، وفي نفس الوقت حافظت على النقد والإبداع. وعلاوة على ذلك مكن هذا العمل الناس من جوسون من استبدال الأعشاب الطبية الصينية المكلفة بأعشاب محلية أخرى. لهذه الأسباب تعد هذه الموسعة تراثا عالميا قيما. 이 책이 한 민족 한 국가에 국한된 그런 책이 아니고 세계인이 같이 공유해야 할 그런 책으로 평가를 받는 데다가
또한 과거, 현재, 미래를 이어주는 그런 가치 있는 책이라고 인정되어서 세계 기록유산으로 등재되었다고 볼 수 있습니다. وتعد هذه الموسوعة تجميعا للمعارف التقليدية التي تساهم في تطوير الممارسات الطبية في شرق آسيا، وهي ذات منهجية تنظيمية مميزة بين الموسوعات الطبية الأخرى. والأهم من ذلك أن المخطوطات الأصلية لا تزال محفوظة حتى الوقت الراهن، إنها تعد إرثا من الطراز العالمي الأصلي الفريد. وتؤكد الموسع العناصر الكورية، ويمكن في نفس الوقت وصفها بأنها النص الأول في العالم الذي يروج للاهتمام بالصحة العامة، لأن المحتوى يتميز بسهولة استخدامه من قبل العامة، ولهذا السبب تم إدراجه ضمن برنامج ذاكرة العالم لليونسكو. يستخدم هذا النص الأسلوب الشمولي للممارسات الطبية للعلاج الأمراض في شرق آسيا، وتؤخذ في الاعتبار الحالة النفسية والعاطفية للمريض، ولذلك نال النص اعترافا بقيمة الاجتماعية والفلسفية فضلا عن قيمته الفنية. القرية الكورية التقليدية، قرية ياندونغ، قرية هاهوي. يمكن تصنيف المجتمعات القروية التقليدية في كوريا وفقا أساليب متنوعة، فبعضها تتشكل حول المدن وبعضها يضم قبيلة واحدة. وتعد القرية القبلية مهمة لعرض الحياة التقليدية في كوريا، تكونت القرى القبلية في تاريخ مبكر المملكة جوسون، وشكلت في نهاية المطاف 80% من مجموعة المجتمعات الريفية في كوريا، فبعضها ما زالت تحتفظ بتقاليدها حتى اليوم، مثلا قرية ياندونغ وقرية هاهي لا زالت تحتفظان بتقاليدهما. تتكون القرية القبلية الكورية عندما تستقر مجموعة من الرجال ممن يحملون نفس اسم العائلة والدم في مكان واحد، ويتزوجون بفتيات من خارج القبيلة. تنتمي الغالبية العظمى من سكان القبيلة واحدة وبضعة قبائل، أو عندما تكون عشيرة واحدة بلعبة دور قيادي في عملية صنع القرار. تعد قرية هاهوي وياندونغ من النموذج المثالي على اليانبان أو طبقة النبلاء، وكذلك على القرية القبلية في كوريا، وهما تقعان في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة الكورية، حيث ازدهرت ثقافة اليانبان في جوسون. بنيت المباني وفقا للأسس الكونفوسية وتتلائم مع الطقوس المحلية، حيث الصيف الحار والرطب وكذلك الشتاء البارد والجاف. تقع ياندونغ في كيونجو شمال مقاطعة كيونسان. عمر القرية أكثر من 6 قرون، وهي مثال على قرية اليانغبان التي يعود تاريخها إلى جوسون، أنماط الحياة التقليدية الكونفوسية الباقية هنا. اليانغدونغ هي قرية تسيطر عليها قبيلتين، والسونسون أن ويوغنلي، اللتين جاءتا للعيش هنا مع زوجاتهم في عهد جوسون في وقت مبكر. وتقع القرية في موقع جيد وفقا لمبادئ الضرب بالرمال، وهي تقع في سهل أنغان الواسع، وتحيط بها الوديان الصغيرة التي تشكل الأحرف الصينية للمياه الجارية. ويعتقد أن هذه التضاريس تحقق العديد من الفوائد للسكان. تتميز قرية يونغدونغ بأن مواقع البناء فيها مفيدة بشكل الأرض. هنا تتعايش المباني التي أوجدها الناس بالمحيط الطبيعي في ونام. وتعد القرية بتاريخها الطويل وتقاليدها من الأصول الثقافية القيمة، من أهم الأشياء هنا هي المباني التي شيدت في القرنين 15 و16 وفقا للطراز المعماري الخاص بجوسون، أكثر من 30 مبنى يزيد عمرها عن 200 سنة. لا زال المنحدرين من سلالة الرئيسية يعيشون في المنازل الرئيسية، يعتنون بالأصل الثقافي المختلفة التي وصفت بأنها كنوز وطنية. قد تم تعيين العديد من المباني القديمة مو تشون تانغ وهان دانغ وكوان كا جونغ كأصول ثقافية قيمة. يعيش أحفاد أون جيك هنا، وهو الباحث الشهير في عهد جوسون الذي درس الكونفوسية الجديدة في دونغ لاك تان، وهي قاعة في أوكسان على بعد نحو 6 كيلومتر من هنا،
وفي وقت لاحق أسس الأكاديمية الكونفوسية هناك. في هذه القرية سعل الرقم بالتعليم الكونفوسية كطالب من خلال التحكم بعواطفه، ولا زالت تعيش الروح القوية لهذا العالم هنا. وتمثل كل المباني هنا الكمال الذي سعى له نبلاء جوسون. تعد الصرادقات ذات الطابقين على تلال من آثار الحكم الذاتي في سهل أنغانغ الواسع، وتقدم هذه الهياكل لمحة عن حياة جوسون، حيث كانت الصرادق تنتشر عند الجبال. كما تمثل العناصر المكانية للصرادق النظام الذي كان سائدا في جوسون. تظهر حواف الأسطح المرتفعة في قسم السادة والأساور المنحوتة بشكل متقن فن المعمار في جوسون، وتمثل الأرضية الخشبية المفتوحة أو المار القيمة الكونفوسية، وهي تعني أن على الناس احترام السماء والامتنان إلى الأرض والعيش معا دون صراع. جوسون 시대 때 유교 철학을 근본으로 한 이 동네에 그 경로 사상이라든지 충료 사상이라든지 또 예절, 관서, 성가이래 이러한 미평 양식들이 계속 유지되어 오고 있습니다. من الموروثات الأخرى هنا صورة سونزو الكنز الوطني 1216 الذي توارثه جوسون والطقوس المسمية التي لا تزال تمارس هنا. تضم يونغدون مباني تم الحفاظ عليها بحالة جيدة وتوجد في مواقع مثالية وفق لنظرية الضرب بالرمال، وقد تم تسمية ثلاثة منها مو تشوم دانغ كنوز الوطنية، بينما اختيرت 11 مواد فولكلورية هامة تمت العناية بيونغدون الآن باعتبارها قرية تراثية هامة للفولكلور، وتعد المحافظة على الشكل الأصلي لها محطة اهتمام كبير. هذه هاهوي في شمال مقاطعة بيونغسان. قامت عشيرة بيونغسان ريو هنا مدة 600 سنة، وجعلت من هذه المكان قرية قبيلية كبيرة في كوريا، وهي معروفة بمنازلها التقليدية المحفوظة والأسطح المسقوفة بالقش. تعرف هذه القرية بصفة خاصة على أنها مسقط رأس الأخوين ريو أون ريونغ العالم الكونفوسي الشهير وريو سيونغ ريونغ الذي شغل منصب رئيس الوزراء خلال الغزو الياباني لجوسون. في عام 1592 تم الحفاظ على هاهوي بحالتها الأصلية، وهي تزخر بمالها المعماري، وتبرز يانغ جين دانغ تشون هيو دانغ وبوك تشون ديك لأنها تمثل نمط الحياة اليانغ بان، وتعد أكاديمية البيونغسان الكونفوسية مثلا بارزا للمعمار في تلك الفترة. يعني اسم هاهوي النهر الجاري، وتم اختيار هذه التسمية لأن القرية تقع داخل نهر ناكدونغ الذي يشبه حرف اس بالإنجليزي. تبدو القرية مميزة من بعيد وينسجم المجتمع فيها المحيط الطبيعي بوجود نهر ناكدونغ المتناغم لها من الشرق والجنوب والغرب، يشبه المشهد زهرة لوتس تطفو على الماء أو رمز النهاية العظمى، وكل الشكلين يعتبران من الأشكال المقدسة وفقا للمبادئ الضرب بالرمال. وتواجه المنازل النهر بهذه الشجرة العملاقة في الوسط. لا زالت تقيم هنا أكثر من 150 أسرة الآن. يقسم القرية طريق وسط من الشمال إلى الجنوب إلى قسمين، وهما البوك تشيون والنام تشيون. تعد اليانغ جين دانغ بوك تشيون تايك منازل رئيسية في نام تشون. أصبحت هاهوي القرية التقليدية الأكثر شهرة بعد زيارة الملكة إليزابيث الثانية عام 1999. تقدم البوابات الرسمية المهيمنة والهياكل الكونفوسية الخاصة للبسلوب المعماري لجوسون أساليب حياة علماء اليانغ بان الذين يحترمون ويعبدون أجدادهم ويتابعون التعليم باعتبار مطلبا أبديا. لا تزال الطقوس الكونفوسية الرئيسية الأربعة هي البلوغ والزفاف والجنائز، والاحتفالات التذكارية تقام هنا جنبا إلى جنب مع التقاليد الشعبية كتعاويذ طرد الأرواح الشريرة
ورقص القناع الدرامية والتي يعود تاريخها إلى نهاية مملكة كوريو. وقد تم تصنيف أقنعة هاهوي وهي أقدم مثال على الأقنعة الشعبية الكورية كنزا وطنيا يحمل 121 ومن ضمن المجموعة الأصلية التي تضمن 12 عنصرا بقية 9 فقط وهي العروس والراهب واليانج باند والباحث والخادم وخادم الباحث عن المرأة والجزار والسيدة العجوز. هايتاري 특징은 사람의 표정 결국 희노애락을 다 표현할 수 있다는 데 있습니다. 그래서 세계적으로도 가치가 있는 달입니다. حظية التعبيرات النابضة بالحياة على أقنعة هاهوي بالأشياء العلمية، وهي مصنوع من خشب الألدير المطري والمغطى بدهان لامع من طبقتين أو ثلاثة، والذي يبرز الألوان الجميلة، ولهذا فإنها تكون مبجلة ومصقولة. وتم تناقل رقص القناع الذي تستخدم لطرد الأرواح لحوالي 500 سنة، وهي مصدرها من دراسة أصول هذا النوع الشعبي في كوريا. وتعد موضوعات المسرحية ساخرة، وهي تدخل المتعة على حياة الطبقة الأستقراطية. تمثل هاهوي مزيجا من العناصر، وتوجد المسرحيات البوهيمية الراقصة ومسرحيات الراقصة بالقناع جنبا إلى جنب للمحافظة على الثقافة الكونفوسي التقليدي. تعد هاهوي موقعا للتراث العالمي، حيث يوجد جمال المنازل القديمة والمتعلقات الفريدة من نوعها. تعد يانغدونغ وهاهوي من القرى الكورية التقليدية الأكثر أهمية، والتي نشأت في القرن 14 و15، وهما تقومان في وئام مع محيطهما الطبيعي وتعكسان المثال الكونفوسي التقليدي لجوسون. إنها تعتبر ذات قيمة عالية لأن المعمار التقليدي محفوظا بها جيدا، والتعامل بوصفها مركزي للتعليم الكونفوسي. تمت حماية هذه المجتمعات ونقلت الطريقة الكونفوسية للحياة والثقافية التقليدية للأحفاد الذين يعيشون اليوم. أثار الثقافة الإنسانية. يذكرنا التراث العالمي لليونسكو بالقيمة الحقيقية لدى الكوريين. أثار الثقافة الإنسانية. التراث العالمي لليونسكو في كوريا. يضيء تراث كوريا في تاريخ الثقافة العالمية من روائع المواهب لأفضل الأعمال الفنية القائمة على التقاليد الثقافية. جيجو تشيلميوري دانغ يونغ دونغ غوت، طقس آلهة الأرض والبحر. تم وضع قائمة اليونسكو للتراث لاحترام مختلف الثقافات والإبداع البشري. تعد يونغ دونغ غوت التي تقام في تشيلميوري دانغ في جزيرة جيجو من التراث. كونلي دونغ هي قرية صغيرة لصيد الأسماك في جيجو. كان المكان يسمى مسبقا بتشيلميوري. وتعقد الطقوس الشمانية التي تسمى دانغوت في المعبد المحلي لليونغ دونغ غوت، أهمية خاصة لأنها خاصة بطقوس الغواصين من النساء في كوريا. يستند الجيجو تشيلميوري لعبادة آلهة الريح اليونغ ديونغ، وتمارس على الساحل الجنوبي والجزر الجنوبية. تهب الرياح في جيجو خلال الشهر القمري الثاني. يتوقف الغواصين عن العمل بسبب الأمواج العاتية، وقيل ذات مرة بأنهم يعتقدون أن سبب هذه الظاهرة هو نزول السيد العجوز يونغ ديونغ للأرض. عاش الغواصين من النساء حياة غير مستقرة، وكانوا يقتاتون على سمك البحر، وعليه كان الطقس مصدر قلق كبير لهم، وبالتالي كانوا يعبدون ويؤمنون بآلهة الريح. سابقا كانت الطقوس تعقد لآلهة حامية القرية وإله البحر، وفي الوقت نفسه كانت تعقد طقوس الترحيب بآلهة الريح اليونغ دونغ، وهذا ما نعرفه الآن باسم الجيجو تشيلميوري دانغ يونغ دونغ غوت،
والفرق الرئيسي بين هذه الطقوس الشامانية وتلك التي كانت تعتقد في البر الرئيسي هو أن الجميع كانوا يشاركون فيها وترد سبل العيش التي تعتمد على البحر في الطقوس. كان يعتقد تقليديا أن إله الريح تزور جزيرة جيجو في اليوم الأول من الشهر القمري الثاني من منزلها من جزيرة العين الواحدة، وكان يعتقد أنها تزيد الصيادين المحليين والغواصين بالجوائز قبل عودتها لمنزلها في يوم 15 من الشهر نفسه. كان حفل الترحيب يقام في معبد شلميوري في اليوم الأول من الشهر، بينما كان يقام حفل الوداع في يوم 14 من الشهر ذاته. ويعتقد القرويين أن حفل الوداع هو أهم من حفل الترحيب، وأن الآلهة تحضر حفل الوداع آخر يوم في اليوم التالي 15 من شهر قبل لمغادرتها. ومن المثير للاهتمام أن خلال الأسبوعين الأولين من الشهر القمري الثاني تكون المأكولات البحرينية نادرة، وأن معظم المحار المحصول في ذلك الوقت يكون فارغا، وبهذا تبرر طقوسهم. ومن المفترض أن النقص في المأكولات البحرية خلال فترة زيارتها لجيجو يعود لتناولها معظمه لدى استمتاعها بالمنظر الطبيعي هناك، لذا يكون حفل الترحيب بسيطا في حين تكون مراسم الوداع متكلفة للغاية وتمتد ابتداء من مساء اليوم وتستمر حتى بعد ظهر اليوم التالي. ينبنشيني 들어와서 이제 제주도의 모든 품어 육상으로 가면은 오공 농사를 씨를 뿌려주고 가고 바다에는 뭐 해초, 고동, 생복, 전복, 소라 뭐 이런 전부 다 씨 뿌려주고 가는 마당에서 송별 대제를 아침 9시부터 시작하면은 저녁 6시까지 하는 거죠. 그래서 송별 대제일이 제일 규모가 큰 행사입니다. يترأس أحد الشامانيات الحفل الذي يمتلئ بالموسيقى والرقص. يبدأ الحفل بطقوس التشوغام لاستدعاء جميع الآلهة وتمنى التوفيق لجميع المشاركين من الناس، ثم تبدأ بعد ذلك البيونغ هيانغ يورم لاستدعاء أرواح حماة القرية والصلاة من أجل السلام والازدهار في القرية. بعد ذلك تأتي مراسيم الترحيب بآلهة البحر وإله الريح والصلاة من أجل سلامة الصيادين والغواصين، وتجري طقوس أخرى لدرء الروح الشريرة وللسماح للنساء بإعادة ما تقطين من البحر ووداع اليونغ ديونغ على متن قارب. وينتهي كل شيء بالدون جين، حيث تعود كل آلهة التي تمت دعوتها إلى أوطانها الأصلية. يشار إلى أن بعد مغادرة الآلهة يأتي الربيع، وبعبارة أخرى تأتي اليونغ ديونغ آلهة الريح ورسول الربيع. أصل اليونغ ديونغ جوت هو الصلاة للصيد الوفير، وقد تم توارث الجيجو تشيلميوري دانغ على مدى 500 سنة مضت، ويضم الحفل الديني والمعتقدات الشعبية للغواصين جيجو إنه إرث عالمي يمكن أن يوفر بعض الإجابات على أسئلة حول الأصول الثقافية. غانغان سولي ترمز لأمنيات اكتمال القمر. تعد غانغان سولي واحدة من الرقصات الشعبية الكورية التي تؤديها المرأة تقليديا. تجتمع الشابات في المنزل ذو الساحة الكبيرة في القرية لتحيي اكتمال القمر في الشهر القمري الأول والثامنة، وما يقضين الليلة بالرقص والغناء. ويمكن أيضا لهذه الرقصات أن تعد قبل حصاد الأرز وتقدم كصلاة جماعية للحصول على محاصيل وفيرة. ويحمل الحفل دلالة رمزية كبيرة فيما يتعلق بالقمر ومبدأ الأنوثة والليل والدائرة. القمر المكتمل هو قرص رائع في السماء، وتشكل نساء المجتمعات دائرة كبيرة خلال الرقص. يمسك المشاركين كل بيد الآخر ويبدأون بالرقص على شكل حلقة، ويغني من صوته يصلح للغناء بينما ينضم الباقون لحفل الرقص. ويسمح للنساء الشابات اللتين بقين تحت حراسة مشددة في تلك الليلة باللعب بحرية في ذلك المساء والغناء والرقص.
이 강남소리는 가사가 정해진 게 없거든요. 그때그때 생기는 대로 즐거운 가사하고 즐겁게 뛰고 또 슬픈 가사하면서 슬프게 하고 또 웃기는 가사하면 웃으면서 하고 그렇게 그때그때 생각나는 대로 유행가 가사처럼 그렇게 해요. تمثل كلمات الأغنيات التي تتغير باستمرار التقاليد الشعبية الغنائية فيما يخص الشعر الذي يعبر عن فرحة وحزن النساء. يعد الكانغان سولي مزيجا من الغناء والرقص والشعر، وبالتالي هو يشمل شكليا فريدا من أشكال الأغاني الكورية الحزينة. يبدأ الرقص ببطء ولكن التوتر ترتفع بشكل مضطرد، ويبدأ المشاركون بالرقص المنفرد في نشوة كبيرة، يرقصون حتى تتورم أرجلهم ويجدون صعوبة في المشي في اليوم التالي. تصاحب رقصة الكانغانغ سولي الأغنيات وأحيانا الألعاب الشعبية الأخرى. يبدأ الرقص على شكل دائرة، مع ازدياد الحماس يتغير الشكل مرارا وتكرارا. وحدة في هذه التشكيلة تسمى بالسلحفاة الإلهية، حيث ترقص رقصة واحدة في الوسط وتحيط بها الأخريات، وتشمل الخطوات الأخرى التقاط السرخس وازدياد الرنج والمشي على البلاط وجمع الذيول ولف الحصير من القش ولعبة الحرس ولعبة الإبرة والخيط. الغانغانغ سولي هو احتفال بالجمال الأنوثي، ولا مثيل له في غيرها من الرقصات التقليدية الكورية. هنا عندما تكون الرقصة في أوجهها يبدو جمال الشكل الدائري ملحوظا، ويذكر بالسحر الأنوثي. لأنهم يرقصون يدا بيد يشعرون بالانسجام الكبير بينهم. يعد الغانغانغ سولي مثلا للتنوع الثقافي البشري، وقد اعترف بمساهمته في الإبداع البشري. لهذه الأسباب تم تعيين كرقصة من التراث الثقافي غير المادي العالمي لليونسكو. التشو يونمو رقصة جميلة تحمي الناس من سوء الحظ. وفقا للأسطورة، كان الملك هونغان الملك 49 من سلالة تشيلا في نزهة بينما كان يستريح في كي أونبو. ارتفع الضباب فجأة وحجب المناظر الطبيعية، وتعهد الملك ببناء معبد في تلك البقعة. ظهر الملك التنين في البحر الشرقي يدعى جوهوا مع 7 مع أبنائه، وأشاد بولع الملك بالموسيقى والرقص. تشو يونغ الذي كان واحد من الأبناء تبع الملك إلى قصره، وأخذ لنفسه زوجة جميلة. وذات يوم وجد تشو يونغ شيطان الجدري الذي كان متنكر بهيئة إنسان نائم مع زوجته، وطرده بالغناء والرقص. تشو يونغ هي رقصة القناع، وفي هذه الأيام يتم أداؤها على المسرح، ولكن تستخدم لصيد الأرواح الشريرة والتعبير عن الرغبة في السلام خلال مأدبة البلاط والدعاء لحسن الحظ في اليوم الأول من السنة القمرية الجديدة. تجسد رقصة القناع التي بدأت مع أسطورة تشو يونغ هزيمة الشر وطلب القوة. والقناع أرجواني لكن ذو بشرة حمراء وأسنان بيضاء، وفيه أقراط من الخرز في الأذنين، ويرتدي الراقص قبعة استخدمت من قبل المسؤولين، والقبعة مزينة بالبايوني و7 خوخات، وبعض الفروع يعتقد أن اللون الأرجواني والخوخ يطردان الأرواح الشريرة. وتعتبر زهور الفاوانيا النبيلية مرتبطة بقدوم المناسبات السعيدة. يظهر راقص يرتدي اللون الأزرق على خشبة المسرح لبد تشو يونغ مو،
يتبع خطة من 4 راقصين آخرين يمشون بحذر مثل التنين يعبر سلالة من التلال، ويحافظون على التوازن بعناية ويمشون بتوتر بطيء وكأنهم نهر يجري. يمثل الراقصون الخمسة كل بملابس مختلفة أشياء مختلفة. الأزرق هو فصل الربيع، والأحمر للصيف، والأبيض للخريف، والأسود لفصل الشتاء، والأصفر يرمز لفصول الأربعة. يستند هذا إلى نظريات بيونغ يانغ والعناصر الخمسة. الألوان الأزرق والأحمر والأسود والأبيض والأصفر تتوافق مع عناصر الخشب والنار والماء والرياح والأرض. طاقة اليين يانغ توجد السماء والأرض وجميع الكائنات الحية، تولد وتموت وفقا لتحركات هذه العناصر الخمسة. كما يجسد الراقصون الخمسة أيضا فصائل الكونفوسية الخمسة، وهي الإحسان والبر والاستقامة والحكمة والثقة المتبادلة. تنتهي الرقصة عندما يتبع كل الراقصين ذو اللون الأزرق، حيث يعود إلى نقطة البداية، وهذا يعني أن النهاية هي بداية جديدة، وأن توجد بداية عند كل نهاية. جوينغ무가 세계 무형문화재로 등재된 이후의 하나는 그 역사성과 전통성 그리고 그 예술성이 시대별 즉 신라로부터 고려 조선에 이르기까지 그 사상을 계승한 데 그 특징이 있습니다. 초양모 هو أكثر من مجرد طقوس لطرد الأرواح الخبيثة. فالأفكار التي يحتضنها سمحت للرقص بالبقاء رغم مرور الزمن كشكل من أشكال الفن النبيل، وقد استمر هذا الرقص لآلاف السنين، وهو يعبر عن رغبات الكوريين بطرد الشر والسعي لتحقيق عالم يسود السلام والوئام. نام سا دان نوري أداء شعبي شامل يمثل أفراح وأحزان الشعب. في أواخر عهد جوسون ظهرت مجموعة من المرفهين المتجولين الذكور الذي يبلغ عددهم حوالي 40 شخصا، وتدعو هذه الفرقة نام سا دام بي، وقائدهم يدعى كوك دو سي. وعلى نحو تقليدي ذهبوا حول القرى المزارعين وقرى الصيادين للقيام بأعمال نام سا دان نوري كتراث شعبي. نام سا دان نوري هو عرف تقليدي من قبل عامة الناس لعامة الشعب، وبدأت كأسلوب شعبي للتسلية للحد من استياء الطبقة الدنيئة في نظام اجتماعي صارم، وكما كانت وسيلة للانتقاد للإساءات غير الأخلاقية من قبل الطبقة الحاكمة. ساعد نام سا دان نوري على إثارة الوعي العام، واليوم هو من الأصول الثقافية المعنوية المهمة والتي هي جزء من المناظر الطبيعية الثقافية والفنية في كوريا. 우리 그 남서당 노래 특징이라는 것은 우리 남서당 노래가 그만 남서당이 아니고 남서당 노래에 여섯 가지 종목이 있어요. تشمل عروض نام سا دانغ على أداء المزارعين للطبل ودوران الأطباق والأداء البهلواني والمشي على الحبل المشدود ورقصات المتنكرين ومسرحيات الدمى. تقوم الفرقة بالغناء والرقص التقليدي لمهرجي المحكمة الذين يقومون عروضا في حفلات ترعاها الدولة لزوارها من السفراء خلال عهد جوسون. ولكن تغيرت طبيعة نام سا دانغ نوري، فقد تطورت لشكل من الأشكال التسلية الشعبية. على سبيل المثال أصبحت رقصات المتنكرين ومسرحيات الدمى أكثر سخرية لتعبير عن الاستياء تجاه فساد المسؤولين والطبقة الأستقراطية والمجتمع المتشدد، كما أنهم عبروا عن الرغبة بالعيش في حرية أكبر، فقد تحرر الجمهور قليلا من الكبت النفسي الذي كان عليه تحمله. الأهمية الثانية هي المكان. تقام العروض في الخارج ويمكن أن تكون في أي مكان، يجلس الجمهور على مقربة من العمل وأحيانا يصبحون جزءا منه. في هذه الحالة قد يشجع المهرج على المزيد من مشاركة الجمهور. العروض حرفيا ومجازيا مفتوحة للجميع. وثمة جانب آخر لدى نام سا دانغ نوري
وهو أنه يتم أداؤها من قبل محترفين ماهرين، الفنون ماهرون في الموسيقى والرقص والأدب والدراما والمحاكاة وغيرها من الفنون المسرحية الأخرى. ويستند نامسا دانغ نوري عادة على لحن وتدلكوري، ويظهر الموسيقى مواهب غنائية مميزة وحركات ورقصات متنوعة وعروض من خلالها إعادة ترتيب الموسيقى التقليدية القائمة على أدائها مزارعون القرويين. بونا هو أداة حيث يقوم الممثلين بتدوير الأطواق والأطباق بعصا طويلة ويقذفونها ذهابا وإيابا. يعزز المزاح واللهو بين الممثلين والمهرجين الأداء المسرحي. كلمة سالبان التي تعني حرفيا مكان العيش مشتقة من عبارة مكان جيد للعيش إذا أحسنت العمل ومكان جيد للموت إذا أسأت. هذا هو الأداء البهلواني المميز بسبب الاستمرار الحوار بين البهلوان والمهرج. تدعى رقصة حبل المشدود آيرويوم، وهي كلمة كورية تعني الجليد. يوحي الاسم بأن الممثلين يجب أن يكونوا حذرين عند المشي على الحبل المشدود وكأنهم يسيرون على جليد رقيق. ترتفع الحبل مترين ونصف عن الأرض وطولها عادة 10 إلى 15 متر، ويجب أن تتحمل الحبل وزنا ثقيلا، ولذلك ينبغي أن تعد من قبل محترفين. يتقدم العمل مع مشي الممثل على الحبل المشدود أثناء تبادل المزاح والأغاني مع المهرج على الأرض، وهذا يضيف المتعة للعرض. تعد دوت بيجي مراقبة العالم أنه شكل من أشكال أداء التنكر الترفيهي لانتقاد المجتمع من خلال الحوار والرقص وبمرافقة الموسيقى والغناء وأداء المهرج. الدولمي هو العرض التقليدي الوحيد للدوما في كوريا، بينما يتحكم محرك الدوما خلف الشاشة. يحكي راوي يجلس بين الموسيقيين الحوار بين الدوما. النمط الغير منسق هي ميزة هذا الأداء. يحتوي أداء نامسا دانغ نوري على 6 أعمال منفصلة ولكنها مرتبطة معا، أنه شكل شامل لأداء الفنون الشعبية التي تتميز بالتعليق الاجتماعي الساخر والعفوي والاستجابة للجمهور. يونغ سان جي الجمال الوقور للثقافة البوذية في كوريا. يسعى حفل يونغ سان جي الواسع للكشف عن الحقيقة الجوهرية للواقع. تتجاوز هذه الطقوس الزمان والمكان للاستعادة الوعظ البوذي للبوتس سوترا. جمعية في القمة الوحشية في الهند منذ 2600 سنة. حفل يونغ سان جي هو مجرد إعادة تمثيل للمشهد من قصة، ولكن بطقوس بوذية أكثر تلقائيا، والعروض هي إيقاظ الحسن المرتبط بالأرض من أجل الحقيقة البوذية. هذا هو الاحتفال البوذي الرسمي والذي يتم أمام البوذا. يعبر المشاركون عن رغباتهم للجميع لتجاوز الحياة والموت، وأنهم يصبحون سواء في العهد البوذي، وأنهم يلتقون مرة أخرى بعبارة أخرى، فإن ذلك يعني تأسيس علاقة مع البوذي وإدراك التوعية. يبدأ حفل يونغ سان جي بالتعليق صورة للجمعية القمة الوحشية في الخارج بهدف إقامة عالم بوذا. والتالي هي طقوس لنقل أشياء العبادة خارج قاعة المعبد، ويرافق هذا عزفا على آلة القانون ذو الوتر وقانون ذو الستة أوتار، وإيقاع طبل ضخم وطبل الساعة الرملية وغيرها من الآلات الموسيقية، وكذلك عروض رقص متنوعة. ويشار للموسيقى بالجمال في هذا الاحتفال باسم بومبي وللرقص باسم جاك بومو، ويتم أداء بومبي للمدح ميزات بوذا، ويعبر أداء جاك مومي عن فرح الالتقاء بحقيقة بوذا والعهد البوذي خلال الحركات.
يضيف أداء جاك بومو عظمة للحفل ويتألف من أربعة أنواع: البارومو والتشاك بومو، بوب كومو والتادومو. يوضح أداء البارومو استخدام الصنج، والتشاك بومو هي رقصة تشيد بالعهد البوذي من خلال ارتداء الثواب ملونة وخوذة مخروطية الشكل وحمل زهرة الألوتسو في كل يد. البوب كومو هي رقصة تؤدي أثناء الضرب على الطبل البوذي، وتبدأ ببطء ولكن بتسارع الإيقاع بصورة تمثل التسارع في الجهود لإيجاد الحقيقة، بمثل تباطؤ الضربات في النهاية الوصول للعالم المنشود. يتم أداء تاجومو خلال تقديم وجبات الطعام، أنه يرمز للتحذير من استخدام الطاقة والقربان فقط لنيل السعادة القصوى. وخلافا لغيرها من الرقصات، فإن تشاك بومو تسكن الروح وتساعد في التآمل، وتساعد الناس على إيجاد التوازن السليم بين الآلام والفرح، وهو جزء مهم من مراسيم اليونغ سانغ جي، ويتم تضمينها في كل خطوة من خطوات الطقوس، ويعبر الرقص عن عملية التواصل إلى التفاهم وتحقيق الذات. حالما يتم نقل مواضيع العبادة، يصلي المشاركون بأداء الطقوس المختلفة وتقديم الحقيقة التغذية للنفوس، ويتم تنفيذ الطقوس الأخيرة من خلال وجود جميع المشاركين والمشي حول المذبح أثناء قراءة الكتاب البوذي. يتم تقديم معظم الحفل من قبل الرهبان، ولكن ينتهي الأمر بمشاركة الجميع. يونغسانجي가 우리 나라의 문화에 끼친 영향은 지대하다라고 볼 수가 있습니다. 불교 의식이긴 하지만 모든 춤이나 소리의 가장 기본이 되는 것이 불교에서 나온 그 영산제 범패 소리를 제가 알고 있습니다. 용산제 هو تعبير إبداعي وفني عن البوذا الكورية، وكذلك جزء من الثقافة التقليدية، ومن المفترض أن يساعد الأحياء والأموات على فهم حقيقة بوذا ومساعدتهم على التواصل إلى حالة خالية من الآلام والحزن. والقيمة هنا لا تكمن في المشاهدة، وإنما في المشاركة. اليونغ سانجي مثل زهرة تتفتح من الفكر الكوري والثقافة والفن والتاريخ، ولذلك تجسد البوذا الكورية ضوء جذاب جدا. آثار الثقافة الإنسانية. يذكرنا التراث العالمي اليونسكو بالقيم الحقيقية لدى الكوريين. آثار الثقافة الإنسانية، التراث العالمي لليونسكو في كوريا.